السلام عليكم. حرب 67 كما تعرف شعبيا، نكسة حزيران كما أطلقت عليها الأنظمة السياسية العربية، أو حرب الأيام الستة وهو الاسم الذي تعرف به في دوائر الدراسات الغربية، أيا تكن التسمية، فإن المسمى الذي صار عمره 51 عاما كان حدثا جللا في تاريخ العرب المعاصر، دفع ثمنه باهظا أجيال من أبناء المنطقة العربية استراتيجيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا. في مثل هذه الأيام من كل عام يتجدد الحديث عن النكسة، أسبابها وتداعياتها وآثارها، من غير أن يحسم الجدل حتى الآن. إذ كيف لكيان صغير مصطنع أن يحتل في بضع أيام عشرات الآلاف من الكيلومترات ويقتل ويأسر وهو مختال فخور بين دول تفوقه مساحة وسكانا بعشرات المرات؟ هل هي الخيانة؟ أم اللامبالاة؟ أم المؤامرة الكونية على العرب؟ أم أنها الأسباب الثلاثة مجتمعة؟ هذا ما تحاول الإجابة عنه هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، كما تحاول البحث عن الدروس التي استفادها العرب من هذا الحدث عبر السنين الماضية. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء المتجدد. الخميس من يونيو حزيران سنة 1967 كانت المنطقة العربية على موعد مع بداية فصل جديد من فصول الصراع مع الكيان الصهيوني. طائرات الاحتلال تغير على المطارات العسكرية العربية في مصر وسوريا والأردن، بينما تتقدم قواته البرية لتحتل سيناء المصرية والجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في فلسطين وبعض المناطق في شرق الأردن وجنوب لبنان. فكانت الهزيمة ثقيلة للدول العربية والخسائر فادحة لجيوشها. وبعد 51 سنة من تلك الهزيمة، لا تزال المنطقة العربية تعيش تداعياتها، رغم رفع شعار إزالة آثار العدوان الذي رفعه الزعماء العرب آنذاك، ورغم ما تحقق من نصر في حرب أكتوبر تشرين الأول عام 1973 ونجاح مصر في استعادة سيناء. فالأرض ما زالت ترزح تحت احتلال صهيوني بغيض في الجولان السورية وفي فلسطين، والعرب بحسب محللين لم يخرجوا منذ النكسة من دائرة الهزائم. غير أن الهزيمة أو النكسة كما أريد لها أن تسمى تركت للعرب دروسا، وعاها بعضهم حينا من الدهر ثم ما لبثوا أن نكصوا على أعقابهم. فالنكسة أثبتت أن الشعوب المقهورة والأوطان المنهوبة من قبل حكامها هي بالضرورة أقل قدرة على مواجهة العدوان الخارجي، كما أثبتت كذلك أن العرب لا قوة لهم من دون وحدة بينهم على أي صورة كانت. وعلى البعض ذلك، فأطلقوا بعضاً من الحريات في مجتمعاتهم وحققوا حداً من التضامن العربي كان كافياً لتحقيق النصر بعد 6 سنوات من الهزيمة. واليوم وقد عادت الأمور في رأي المحللين إلى أسوأ مما كانت عليه إبان النكسة، في ظل بعض أنظمة الحكم التي ما زالت تمارس هوايتها في سحق إرادة شعوبها. فإنه يبدو أن أمام العرب طريق طويل للانتقال من حال الهزيمة المقرونة بالقهر والاستبداد إلى حال النصر المقرون بالحقوق والحريات. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الباحث في التاريخ، ومن اسطنبول عمرو عادل الكاتب الصحفي، ومعي عبر سكايب من غازي عنتاب الأستاذ أحمد مظهر سعده الكاتب والصحفي. أهلا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأت من اسطنبول عمرو، يعني بعد 51 عاما من النكسة وما شهدته المنطقة من أحداث انجسام وانتفاضات وسقوط أنظمة عربية وصعود أخرى وثورات مضادة إلى آخره، هل بات برأيك من الضروري التمحيص أكثر في أسباب حصول نكسة حزيران 67؟ وإذا كنت توافق على ذلك فما هي هذه الأسباب لو غصنا أكثر في ذلك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة اللي حصل في سنة 67 متجاوز الهزيمة العسكرية في معركة، يعني هو كان أكبر من كده، هو هزيمة لتوجه كامل اتحركت فيه الشعوب القيادات العربية بلاش شعوب، وحاولت تستدرج الشعوب وتاخدها معها في هذا المسار. حاولوا ينزعوا الهوية والأيديولوجية اللي موجودة في المجتمع اللي بتديره وبتحركه، حالة من الاستبداد والقهر والرغبة في السيطرة المركزية على كل مفاصل السلطة وعلى كل شيء
معاداة الشعوب وكل آراء مخالفة ليهم، فبالتالي ما حدث في 67 كان هزيمة لهذا المشروع. ومن هذه النقطة حتى الآن لم نتحرك خطوة واحدة في تغيير منظومة ما قبل 67. الحكومات بتمارس نفس الدور، الشعوب يتم استغلالها واستعبادها بنفس الطريقة، القوى التي تحاول استضاح الحقيقة وتوضيح الحقيقة للناس، ونحن لا نزال نعاني من آثار هزيمة 67 ومنظومة ما قبل 67 في الدول العربية، بيتحطوا في السجون ويتهجروا. فبالتالي الوضع العربي ما قبل مقدمات 67 لا تزال موجودة، بل بالعكس حالة الاستبداد والظلم والقهر وسرقة المجتمعات واستعبادها لا زالت موجودة وبتزيد، وكأننا على اعتاب يعني موجة أخرى يعني من الهزيمة. أستاذ عمر، يعني لماذا الرمي دائما في ملعب الأنظمة العربية الاستبداد والاستبداد؟ ألم يكن مثلا هتلر مستبدا ومع ذلك بنى إمبراطورية وسيطر على العالم وأنشأ يعني دولة قوية تصنع وتقدم منتج حضاري للأسفل؟ نعم، هتلر نموذج قد يكون مشابه، ولكن في اختلافات أعتقد، يعني الاختلافات أن كان متوحدا مع شعبه، متواصلا معه، حقق لهم طفرات كبيره جدا في مجال الصناعه، ويعني في حوالي 5 مليون عاطل اشتغلوا في فتره النازيه، وتطور كبير في مجال التكنولوجيا وفي مجال الصناعه. قد يكون خطا عام من المجتمع ككل، لكن مشكله الانظمه العربيه انها منفصله عن المجتمعات وبتشتغل ضدهم. يعني معدلات الفقر بتزيد، الاحتلال وكأن احتلال بالوكاله، المستوى التعليمي بينهار، المستوى الداخلي بينهار، مستوى الصناعة والزراعة في كل المجالات بينهار. فده مختلف تماما عن النموذج القومي الألماني في فترة النازية. كان ربما تختلف مع كل نموذج، نعم، ولكن كان هناك توحد من الشعب والإرادة والقدرة والقيادة ومع ذلك السياسية. كانت الجماهير العربية موحدة خلف عبد الناصر في ذلك الوقت. نعم، لكن خلف عبد الناصر نعم كانت موحدة، ولكن المشروع كله، يعني خلينا نقول ليس حقيقة بشكل كامل، يعني هذا ما يحاول البعض تصويره. كان فيه بالتأكيد جزء وراء عبد الناصر، لكن كان فيه مئات الألاف في السجون، وكان فيه في كل الدول العربية نوع من الاستبداد والقهر، لم يكن هناك في حرية. صحيح عبد الناصر حقق طفرة صناعية أو يعني جزء من التطور الصناعي، لم يكن طبعا بمستوى ما حدث في ألمانيا، ولكن حجم القهر والكبت والظلم وتدمير الحريات في مصر والمنطقة العربية كان كبيرا جدا. وخلينا نعود للنتائج، انهزم المشروع الألماني لأنه مشي في مسار استبدادي حتى لو كان الشعب مؤيد ليه ومعاول ليه. نعم. وأيضا المشروع الناصري أو المشروع القومي العربي إن صح التعبير تم القضاء عليه بالهزيمة المنكرة في 67. الفارق بين الاثنين ان الشعب لم يكن له دور في ما فعله عبد الناصر، بدليل انه في الهزيمة يوم 5 يونيو الشعب المصري كان بيتم اصطياده في الشوارع، والضباط كانوا بينسحبوا وخارج الخدمة تماما، في حالة انفصال بين المجتمع المصري وبين النظام المصري منذ 200 عام. نعم. وعبد الناصر احد اطوار هذا الامر. يعني هذا الذي تتحدث عنه هو مظاهر النكسة في ذلك الوقت. اريد ان اعود الى الاستوديو حسين. يعني الوثائق، أنت الباحث في التاريخ، هناك رواية تتحدث عن وجود علم مسبق ولكن قوبل باللامبالاة، وأخر روايات أخرى تتحدث عن عنصر المباغتة، الصهاينة باغتوا العرب في هذا الهجوم. هل لدى التاريخ وثائق يمكن أن تحسم الأمر في هذه القضية؟ نعم، بالتأكيد ما حصل عام 1967 هي خيانة عظمى يتحمل مسؤوليتها الرئيس عبد الناصر وأركان حكمها العسكري والسياسي. من الناحية السياسية، عبد الناصر أصدر أمر بغلق ميناء تيران باتجاه المياه الدولية الإسرائيلية، وهذا معنى إعلان حرب. مياه دولية تغلقها معنى إعلان حرب. كان ما بين القوات المصرية وما بين القوات الصهيونية قوات اليونيفيل، يوم 16 مايس الفريق محمد فوزي أمر بزوال هذه القوات وبإخراجها. اليوم ما بين قوتين عسكريتين هناك قوات دولية، قوات دولية لحفظ السلام. عندما الطرف الذي يؤمر بإزالة هذه القوات معلن شنو؟ معنى أعلن الحرب. عندما تغلق مياه دولية معنى أعلن حرب. هل تتهمه بالخيانة لأنه يريد أن يحارب الصهاينة؟ لا يا سيدي، ليس كذلك. أنا أتهمه بالخيانة لأنه لم يصدر إعلان جيم للجيش المصري للتأهب. هذا السبب الذي يقوم بهذه الإجراءات، عليه أن يهيئ الجيش المصري للمواجهة. عندما أصدر الفريق المشير عبد الحكيم عامر
في اجتماع العسكري قال أنه نحن سندخل ممكن ندخل مواجهة مع الكيان الصهيوني. الفريق رئيس العمليات قال له الجيش المصري غير مستعد لهذه العملية. ما الذي رد عليه المشير عامر؟ قال له أنها ليست حرب بل هي مجرد استعراض. هذا كلام المشير عبد الحكيم عامر إلى الفريق رئيس العمليات العسكرية. ثانيا قبل يوم 4 حزيران تصدر أوامر عسكرية عليا للدفاعات الجوية بعدم التصدي لأي هدف عسكري في الجو، لأي هدف جوي، بسبب وجود طائرة المشير عبد الحكيم عامر في الجو لمتابعة القطاعات العسكرية. في اليوم الثاني يوم 5 حزيران الساعة 7:30 تنزل الطائرات المصرية على المدارج بعد أن تقوم بالدورة مالتها التعبوية الجوية، وهي على المدرج لم تدخل حتى الملاجئ، ومن الساعة 7:20 تحديدا إلى الساعة 8:20 أنهت القوات المصرية، دمرت القوات المصرية قواتها جميعا، وطائرة المشير في الجو لم يتعرض. لكن هذه المعلومات التي أوردتها لا تفيد بالخيانة بالضرورة، يا سيدي تفيد بالأخطاء الاستراتيجية. لا ليست أخطاء استراتيجية، هذه خيانة على المستوى الدولة، خيانة. أنت من 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 ترفع قوات دولية لازم تكون الجيش مهيئ للمواجهة. الجيش لم يصل إلى درجة الإنذار جيم. يعني هذا حكم على النوايا حتى الآن يبدو. ليس حكم على النوايا، هذا حكما بالمحاكم العسكرية وحكم بالإعدام. الذي يرفع قوات الجيش، يرفع قوات الدولية والجيش غير مهيئ للإنذار الدرجات، في إنذار ألف، إنذار بي، إنذار جيم على الدرجات. يابد أن يكون الجيش في إنذار جيم. قائد المشير عبد الحكيم عامر يقول احنا لن ندخل حرب وهي استعراض، وطائرته في الجو تصاب جميع المطارات. لكن حسين، يعني لم يكن المصريون ينتظرون هجوما اسرائيليا مباغتا، يعني هذا ينقض نظريه الخيانه، بمعنى هناك نوع من اللامبالاه، نوع من الاهمال، نوع من التسيب في القرار العسكري. غلق المياه الدوليه ماذا تسمي هذا؟ اعلان حرب، اعطيت مبرر للكيان الصهيوني ان يضربك. طيب اخي، انت من تقوم بهذه الاجراء السياسي الا يحتاج اجراء عسكري اخر مقابله؟ يحتاج إجراء عسكري أنه تهيئ الجيش، تهيئ الطائرات للاستهداف. قبل يوم يصدر أمر عسكري إلى القطاعات الجوية بعدم التعرض لأي هدف جوي، قبل يوم من يوم 4 حزيران. السبب لماذا؟ طائرة المشير في الجو. طيب يوم 5 حزيران استهدفت جميع المطارات المصرية ودمرت جميع الطائرات وطائرة المشير في الجو لم تتعرض، والقطاعات الجوية، الدفاعات الجوية لم تتعرض للطيران الكيان الصهيوني، عندها أوامر بعدم التعرض. هذه خيانة يا سيدي، هذه خيانة. المعركة الخيانة مالتها ليس أنه نقول لعدو تعال ادخل وتعال اخرج، وإنما نعطيه مبررات. فالمبرر هو غلق المياه الدولية، المبرر رفع جنود الأمم المتحدة، المبرر عدم إعطاء إنذار جيم للقوات المصرية للاستعداد للمواجهة. دعني أسمع رأي أحمد سعدو من غازي عنتاب. يعني في التفسير السياسي للنكسة بامتداداته الفكرية والنفسية، ثمة من يقول وكتب في هذا الأمر أن الفكرة، فكرة القومية العربية التي صيغت الشعوب العربية حولها في ذلك الوقت، لم تكن فكرة تتفق مع النفسية العامة، المزاج العام للعرب. أضف إلى ذلك هناك شعارات براقة، هناك خطب عنترية، لكن كلها ليس لها رصيد على أرض الواقع، لا عمل، لا إنتاج وسط نظام سياسي أو أنظمة سياسية متغلبة لا مكان فيها للفرد مكان إنتاج. هل تتفق مع هذا التحليل أحمد؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. المشكلة أنه وبعد 51 عاماً على الهزيمة، وأنا أعتبرها هزيمة بكل المقاييس، أن نأتي لنتكلم عن خيانات ونتهم هنا وهناك ونفس الأسلوب ونفس الخطاب السياسي الذي طبع من قبل الأنظمة نعيد تكوينه من جديد وبشكل يشبهه تماما. لا أعتقد أننا في محضر الحديث عن إعادة إنتاج خطابات جديدة أفضل، وبالتالي أن نتقدم باتجاه حالة سياسية واجتماعية أفضل عندما نلوك هذا الكلام باستمرار بهذا المنطق الذي سمعته منذ قليل من بعض ضيوفه. أعتقد أن المسألة ليست بالقومية بقدر ما أن هناك إيديولوجيا مهزومة. الذي حصل في 65 أن الإيديولوجيا العربية كانت مهزومة، وهو ما ينقصها من الديمقراطية. المشكلة فعلا في الديمقراطية. يعني كيف كانت الأيديولوجيا العربية مهزومة؟ وما هي الأيديولوجيا؟ أليست هي القومية؟ الأيديولوجيا القومية التي كانت موجودة بلا ديمقراطية هي التي كانت مهزومة بكل أسف.
الهزيمة كما قال ياسين حافظ في كتابه المعروف الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة. نعم حقيقة هي كذلك. العمارة العربية بحد ذاتها كان يشوبها الكثير من الدمار البنيوي، هذا الدمار البنيوي الذي ينتفي منه المسألة الحريات الديمقراطية تماما. ولكن أن نتحدث في أمور أخرى من أن ما حصل تفسيريا وعسكريا أنه نتيجة كذا وكذا، الحقيقة في العودة لما سبق ونحن من جيل عاش تلك المرحلة، عاش الهزيمة بكل معانيها، حقيقة كان هناك أخطاء كثيرة وكثيرة جدا بالتأكيد يتحمل مسؤوليتها العسكريين بشكل أساسي وأيضا السياسيين. ولكن لا يمكن أيضا وضع الكل في صف واحد، لا يمكن مقاربة عبد الناصر بما كان يحصل من حرب الأسد في سوريا أو في أماكن أخرى. الحقيقة عبد الناصر بغض النظر عن كل الأخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها، هو رجل يشهد له التاريخ أنه رجل وطني عمل ما أمكنه من أجل شعبه في إطار عروبي، والعروبة في تلك المرحلة وطني يعني احمد يعني هو وطني وعمل ما يمكنه وامم القناه وقام بانجازات لا يمكن انكارها، ولكن ماذا يجيب التاريخ عن الاتهامات التي توجه لهذه القياده في مرحله يعني اغتيلت فيها الارض المصريه؟ يعني القرارات السياسيه، اخلاء الجو والتوجيه بعدم انطلاق الدفاعات الجويه، يعني سلسله قرارات مهدت لهذه النكسه، كيف يمكن ان يجيب التاريخ عن هذه القياده التي تثني عليها الان؟ هي الحقيقة بأن هناك أخطاء جسيمة وقعت في المسألة العسكرية بشكل أساسي. وعندما وقعت الهزيمة عبد الناصر أول زعيم عربي في التاريخ الحديث للأمة يقف ويقول أنا أتحمل المسؤولية، علما أنه لا يتحملها لوحده، فهو من استقال كما نعرف. وعندما خرجت جماهير 19 يونيو من أجل إعادته، ليست في مصر فقط، خرجت في كل الوطن العربي من أجل إعادة هذا القائد العربي المهزوم والذي عبر عن نفسه بأنه يتحمل المسؤولية، وهذا ما لا نلحظه اليوم. يقتلنا بأكثر من 10 ملايين بشار الأسد ولا يعتبر أنه أخطأ بهفوة واحدة. القضية بالنسبة للمرحلة تلك أيضا لا يجوز أن نجرها تماما على مرحلتنا الآن، هناك فروقات بالتأكيد. المشروع القومي العربي في المرحلة تلك كان بأوجه ويلتف حوله الناس، اليوم الوضع اختلف لأسباب كثيرة، لأخطاء مورست بالاستبداد سواء كان في العراق ولا في سوريا ولا في مصر ولا أي مكان آخر، هناك أخطاء كثيرة شوهت هذا المشروع، هناك من ادعى تبنيه للمشروع القومي وهو كاذب في ذلك، وأقصد حافظ أسد. هذا الدور الوظيفي لحافظ أسد الذي ينتفي ليس مع العروبة ولا الإسلام والوطنية نهائيا، كان يراد أن يكون له دور ما، وهو كما نعرف كيف حاول إقصاء كل الضباط المحترمين النضاف في الجيش السوري قبل 67 ليصل إلى هزيمة 67. نعم. الشاعر وقبله أكثر من 200 ضابط من خير الضباط دمشق السنة، كل أسف تحدث بهذه اللغة، تم إعدامهم قبل 67 بالستينات تحت دعاوى المؤامرات والمؤامرات وما شابه ذلك. حافظ أسد كان له دور كبير في إنهاء حالة العسكرة التي يمكن أن تنتج حالة من التصدي لإسرائيل. نعم. القضية بالنسبة لمصر هناك أخطاء. وضحت الفكرة أحمد، سأعود إليك، وضحت الفكرة. دعني أذهب إلى إسطنبول مع عمرو. عمرو يعني اليوم وقد بلغت النكسة عمرها 51، هل برأيك في عرب بين عرب اليوم شابت هذه النكسة ولم تعد تتمتع بالقوة في الوجدان الجمعي لدى العرب، أم أنها ما زالت حاضرة؟ يعني كيف ترى أثرها بين العرب اليوم، نخب مثقفين وحتى عوام العرب؟ هو الحقيقة زي ما قلت لحضرتك إن لم نخرج بعد من الهزيمة. يعني أصلية الفكرة هي الهزيمة العسكرية بتزال وبيزال أثرها لما بيحصل بعدها نصر عسكري، أو على الأقل تقدر تتجاوز نفسيا وماديا ما حدث على الأرض يوم 5 يونيو 67. هذا لم يحدث حتى الآن، بالعكس كل المشاهد بتقول إن إحنا لا نزال نعيش يوم 6 يونيو 67، هزيمة عسكرية، أرض محتلة، حتى ما شبه جزيرة سيناء التي يقال أنها عادت مرة أخرى لم تعد، هي مجرد بس عودة نظرية، ولكن الآن بيباد الشعب المصري في سيناء وبتقام مناطق عازلة لصالح الصهاينة، وغزة بتحاصر لصالح الصهاينة، وأيضا المضيق الذي قامت بسببه حرب 67 تم تسليمه للصهاينة،
بأنه خلاص بقى في مياه دولية. فنحن لازلنا نعيش في هذه الأجواء. كل الخمسين سنة اللي فاتوا لم تؤثر في بنية السلطة ولم تؤثر في معنويات الأجيال اللي حتى اللي ما شافتش الحرب. الهزيمة، هذه الهزيمة أصبحت جين موجود داخل كل الأنظمة العربية. الكل يخشى، يعني بعض الأنظمة التي تمتلك جيوش تخشى الهزيمة مرة أخرى من الصهاينة، وهم يعلمون أن أي مواجهة مع الصهاينة بدون شعب موجود وراءهم سينهزوا مرة أخرى، فبيتجنب هذه الهزيمة وهذه المواجهة بمواجهة شعبه واستمرار الاستبداد على شعبه. فالمأساة لازالت مستمرة ولن نخرج منها إلا بتجاوز الحكومات والأنظمة العربية اللي موجودة التي لازالت تعيش في أجواء 67 ومعيشانا معاها. الحرية الشعوب وخروجها من المأساة اللي معيشاها فيها الأنظمة هي الحل الوحيد والمخرج الوحيد للخروج من 67، وإلا سنظل نعيش في هذه المأساة طول تاريخنا. وأنا أعتقد أن الموجات العربية، موجات الثورة العربية اللي حصلت في 2011 كانت لرفض هذه الهزيمة ولرفض الاستمرار الخنوع العربي للصهاينة، وبالتالي كان تم حصل انقلاب عليها، حصل انقلاب على هذه الموجات ودخلنا في موجة ثورة مضادة. هي الأمور كلها مرتبطة ببعضها. من كلامك أنك تفصل ما بين النخب السياسية التي يعني ما زالت تعيش أجواء ما قبل النكسة، وما بين الشعوب العربية التي لديها وعي بقدر بشكل أو بآخر تجاه هذا الحدث مثلا، هكذا أفهم؟ لا لا، هي الشعوب يعني لا تمتلك الأدوات والقوى للخروج من هذا الحصار، حصار النظم ليها. حاولت الخروج في 2011، هي الأصل القضية متكاملة. قضية الاستبداد مرتبطة بقضية السلطة، مرتبطة بقضية الاحتلال الأجنبي بوجود الصهاينة في فلسطين، كلها مرتبطة ببعضها. نعم. علشان كده لن يحدث تحرير لفلسطين والقدس إلا بتحرير القاهرة ودمشق وبغداد من الاستبداد ومن الظلم. في هذه والشعوب تحاول وتناضل، لكن طبعا والنخب في معظمها هي نخب ليست حقيقيه. نعم. نخب منتجه من الانظمه. نعم، لكن معذره عمر، يعني هذا يقتضي الحديث عن الوعي التاريخي العربي بهذه القضيه، بهذا الحدث، وهذا ما اريد ان اسال عنه حسين. يعني قضيه الوعي التاريخي العربي بنكسه 67 برايك وانت المتابع، الى اي مدى تلحظ تطورا في الوعي التاريخي تجاه هذه القضيه عند العرب؟ الوعي التاريخي موجود، والعوائق للوعي التاريخي أنه أنا لا يمكن أن أقرأ التاريخ يكتبه الخونة، عندما أو كتاب الخونة، كتاب الخونة عندما يكتبوا لي التاريخ أنا لا يمكن أن أقرأه كاملا وأعتبره هو هذا النص التاريخي. لابد أن أمحص كباحث، لابد أن أمحص وأبحث وأبحث عن مصادر أخرى. أنا ما كتبه عن حرب 67 كتب لعبة في لعبة الأمم مايلز جوبلاند بالنص فصلا كاملا، قال عميلنا عبد الناصر عميلنا المستقبل، وذكر احد الكوافيرتيه بالنص، ما كوافيرتي محمد حسنين هيكل، احد الكوافيرتيه لحرب لشخص عبد الناصر، ونحن نقول هذا شخص وطني. كيف من اين جاءت الوطنيه؟ الحروب السريه، يعني هل يكفي ان يكتب مؤلف غربي كتابا عن عبد الناصر لكي خذ الكتاب الاخر دليلا على لا لا، خذ ايان بلاك، ما الذي كتب في الحروب السريه الاستخبارات الاسرائيليه، ذكر أن جريدة الأهرام كانت تطبع نسخا خاصة تسلم إلى السفارة الإسرائيلية في قبرص، في قبرص، عن تحركات الجيش المصري وتسليحه قبل حرب 67. هذا الكوافيرتي مع عبد الناصر اللي هو أحمد حسن اللي كان رئيس تحرير جريدة الأهرام. يا سيدي، نحن كانوا يحكمنا مجموعة خونة. المشروع العربي، لست ضد المشروع العربي، بل أنا مع المشروع العربي، ولكن لنعلم أن المنظرين العرب في وادي وأصحاب القرار للنظام العربي في واد آخر. النظام العربي لا يحملون فكرة العروبة ولا يحملون روح العروبة ولا يحملون هم العروبة للأمة العربية، بل هم أدوات ركبوا هذا المشروع لإفساده. يعني أنت ذكرت أن هناك وعي تاريخي بالنسبة من العرب تجاه هذه، لو حدثتني عن مظاهر هذا الوعي التاريخي. مظاهر هذا الوعي أنها لم تصل إلى أصحاب القرار ولا لم تصل إلى المؤسسات الرسمية، بل وصلت إلى مؤسسات شبه رسمية، أنه العالم العربي أدرك أن ما حصل في 67 هو خيانة. يدرك كل الزيان عندما يكتب في الحروب الأخرى، عندما يدخل ثلاثة حروب، جميع هذه الحروب هي كلها تخسرها مصر، هي أم الأمة العربية، يعني هي بوابة العرب، يعني الثقل العربي لمصر. حرب 56 حرب عبثية خسرتها مصر، حرب 67 خسرتها مصر، حرب الاستنزاف إلى حد 69 كانت مسيرة عبد الناصر خسرتها مصر. كل هذه الحروب، ثم ننتقل إلى الحروب الأخرى، في حرب واحدة خلال خمسة أيام
تسقط 5 مدن ولا نسمي هذا الرجل بالخيانة، مع العلم كل أدلة الخيانة موجودة، هل عرضوا على محاكمة، هل حقق، هل شكلت لجان كبيرة؟ هل تعلم أنه الكيان الصهيوني في حرب 73 شكل لجان حاسبت كثير من القيادات الإسرائيلية، حاسبتهم حسابات محاسبة شديدة؟ نحن لا نحاسب نظام، نحن تبع للنظام فقط، بل هو يعتبر إلهنا. هذا الذي يحصل. فعبد الناصر كان يجعل من نفسه إله مصر، وهذا الذي أوصل الحال إلى ما هو عليه. كل الأدلة تثبت على خيانتهم في هذه، هو والمشير عبد الحكيم عامر والقيادة السياسية والإعلامية اللي يرأسها محمد حسن ينكل هم مسؤولين عن خسارة 67، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي من هذا المنبر. نعم أشكرك. يعني الآن الأثار السياسية وغيرها التي خلفتها هذه النكسة على العرب ومدى نجاح الآخرين في إزالة هذه الأثار هو ما نبحثه بعد الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن آثار نكسة حزيران ودروس المستفادة من هذه النكسة. أذهب إلى غازي عنتاب. سعدو، برأيك ما طبيعة الآثار النفسية والسياسية وحتى الاستراتيجية التي ورثها العرب من هذا الحدث الجلل في تاريخهم الحديث؟ أحمد؟ تسمعني؟ هلا أسمعك. نعم، سألتك عن الآثار النفسية والاستراتيجية والسياسية التي ورثها العرب من هذه من هذا الحدث الجلل في تاريخهم المعاصر والحديث. لا شك أنها آثار كبيرة، واسمح لي بس تعقيب بسيط على صديق الذي يخون دائما، أن أقول أنه لا يمكن اليوم أن نخرج من الآثار النفسية والاجتماعية والهزائمية التي نعيشها إذا ظلينا باقين في تفكيرنا التخويني. يعني ما هي هذه الأثار التي تتحدث عنها، الأثار النفسية؟ أرد علي يا صديقي، لا يمكن أن يمر هذا فكر تخويني لعبد الناصر ولرجل بحجم عبد الناصر، وأنا كمواطن عشت هذه المرحلة وقرأت أكثر منه هذا الذي يتحدث ويقول أنه تقرأ إلى ناس من الدكتاتوري أو ما شابه ذلك. القراءة يجب أن تكون عندما تستوعب التاريخ، يجب أن تقرأ كل الناس بكل الألوان وليس الغرب فقط. لذلك أعود لسؤالك الرئيسي يا صديقي إذا سمحت لي. أنا أعتقد أنه اليوم نحن كلنا نعيش أثر هزيمة. ما يجري بعد ذلك من حالة خنوع حقيقية لوضعنا العربي برمته الذي أدى إلى ما أدى إليه، لكي يتمكن حافظ أستاذ مثلا من أن يحكم وهو وابنه كل هذه الفترة الطويلة، والشعب السوري وجيلنا يتحمل المسؤولية، لا يستطيع أن يرفع رأسه لأنه مهزوم. الأثر النفسي أن كل شعبنا في مرحلة معينة بعد الهزيمة طالته هذه الهزيمة بشكل من الأشكال، الجميع بلا استثناء، وأنا أتحمل كجزء من هذا الجيل أتحمل المسؤولية مع أجيال عاشت مرحلة الهزيمة وبالتالي أثرت على نفسيتها. أنا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى إعادة تكوين جديد، إلى ردة حقيقية، وإلى إعادة بناء جديد من الأساسات. الأساس كما يبدو غير صحيح، كما قلت العمارة العربية لم تكن صحيحة، وبالتالي اليوم المطلوب فعلا إعادة تكوين جديد لأسس جديد. أنا أعتقد أن الآثار كبيرة وكبيرة جدا، ونعم نعيشها نحن اليوم بعد كل هذه المرحلة الطويلة، وأنا أتفق مع زميلي الأول عندما قال أننا فعلا نعيش حالة الهزيمة، كل معناه نحن نعيش حالة لم يسبق التاريخ لها مثيلا حقيقة، وبالتالي كيف، السؤال فعلا كيف يمكن الخروج منها؟ نعم تسمعوني صديقي؟ نعم تفضل. أنا أعتقد أننا يعني نعيش، أنا أفضل الحديث عن الخروج منها نؤخره قليلا إلى مرحلة متقدمة، وقبل ذلك لو سمحت لي أذهب إلى اسطنبول مع عمر. برأيك يعني عمر، يعني على مستوى النخب والساسة والمثقفين، ما الدرجة التي وصل إليها العرب، ساسة ونخب ومثقفين، في
في تحقيق قدر من الإفادة من هذا الحدث الكبير الذي وقع في تاريخهم، وإذا كانوا استفادوا مظاهر هذه الإفادة برأيك؟ هي الأزمة في الأيديولوجي اللي بتحكم تفكير النخب. يعني في بعض الناس واخدة اتجاه معارض تماما لعبد الناصر والقومية العربية وبتعتبرها نوع من الردة والكفر وما إلى شابه، والبعض الآخر بيرى من القوميين أن كل ما حدث هو ليس بالإمكان أفضل من مكان. الحقيقة إن وده هيفضل موجود، يعني فكرة التقييم على أساس أيديولوجي أو العقيدة الفكرية لأي واحد هيفضل موجود. لكن وإحنا خلينا نرجع نطلع بس شوية من القصة دي ونحاول نشوف الأمر بناء على نتائجه، النتائج الكارثية اللي حصلت. يعني طبعا زي ما كل اتفق تقريبا إن 67 كانت كارثة كبرى على المجتمع العربي ولا زلنا نعيش فيها. الحل الآن أننا قد نتجاوز عن فكرة تخوين الآخر وغيره، برغم طبعا من الأخطاء اللي حصلت، يعني أخطاء غريبة جدا وترابطها مع بعض بيشير إلى أمور عجيبة جدا، فكرة غلق المضيق وغلق الملاحة في البحر الأحمر في خليج العقبة وجيش مهلل ومهلهل وأمور كثيرة أخرى لو اتحطت جنب بعض هتدي يعني صورة وانطباع سيء، ولكن لابد أن نتجاوز كل هذا ونحاول نخرج من التخوين والأمور المشابهة، برغم من خلافنا الكبير مع أداء عبد الناصر وكل القيادات الموجودة في هذا الوقت واللي أدت بينا هذه الكارثة. وأحيانا بيكون الفساد والظلم والغباء من بعض القيادات أسوأ بكتير من أثر الخيانة. إذن فإحنا لازم نتجاوز الخلاف الأيديولوجي في التقييم المواقف ونبص إلى المستقبل العربي المظلم إذا استمرينا موجودين محاصرين في هذه الهزيمة التي لازلنا نعاني منها حتى الآن. نعم، يعني حسين برأيك على مستوى أيضا الساسة والنخب باعتبار هي التي تصوغ المجتمعات، خلال هذه العقود الخمسة ما مدى النقد الذاتي، المراجعة الذاتية الفكرية والسياسية التي حصلت من جانب هؤلاء الساسة والمثقفين والنخب تجاه ما حصل في عام 1967؟ بالنسبة لمراكزهم البحثية كتبت، ولكنهم لم يقرأوا ولم يسمعوا لها. مركز دراسات الوحدة كتب كثيرا لمراجعات للفكر القومي العربي، ولكن النظام العربي لم يقرأ له، ولم نحن نقرأ للمركز دراسات الوحدة وليس هم، لأنهم أصلا لا يقرؤون ولا يكتبون. نهج عبد الناصر الأخ الذي يتكلم بأنه نحن نتكلم عن تخوين، أنا أسأل نهج عبد الناصر أليس تخويني لكل من يخالف له؟ عبد الناصر خون أبناء شعبه وخون كل من يخالفه خارج مصر. لو تسمح لي حسين، يعني لا أريد أن نحاكم عبد الناصر بعد كل هذه السنة، لكن نتكلم إما عن نهج قومي أم نهج شخص. أنت ذكرت نقاطا مهمة فيما يتعلق ببعض مراكز الأبحاث والدراسات التي عالجت الموضوع وقدمت رؤى نقدية. لو حدثتني عن هذا الموضوع لأنه مهم جدا ويقدم صورة. أنا أنصح بقراءة كتابات محمد عبد الجابري وهو من كبار منظري القومي العرب، والأستاذ برهان غليون اللي هو كاتب سوري وهو أحد أبرز كتاب مركز دراسات الوحدة، وهناك شخصيات كثيرة، واجتمع مركز كبير جدا في الأردن، مركز إيماء وانتماء آل البيت الذي اجتمع فيه الدكتور يوسف القرضاوي. ما أهمية هذه الكتابات؟ هذه الكتابات ثقفت يعني أنهت كثير من باستثناء المتعصبين والمتطرفين، هؤلاء ليسوا ضمن هذه الدائرة، وإنما كانت مشروعة ترسم مشروعا وحدويا لهذه الأمة، وكان برعاية ولي العهد آنذاك ولي العهد الحسن الثاني، أي نعم، ملك الأردن، ولي عهد الملك الأردن الحسن، كان برعايته، واجتمع كثير من الإسلاميين واجتمع كثير من القوميين وتداولوا وقدموا أطروحات كثيرة، من كتابات يوسف القرضاوي الصحوة الإسلامية، كل هذه كانت من تلك الحوارات. ولكن هل النظام العربي قرأ؟ النظام العربي لأنه نظاما وظيفيا لا يقرأ، يستلم توجيهات كاملة، هذا الأصل. نحن لم الفكر القومي العربي لم يمارس دوره الحقيقي في العالم العربي كنظاما سياسيا، ولا يوجد، شوية مارسوا في العراق وثم قضي عليه، أما في غيره لم يمارس، هذه الحقيقة. ولهذا السبب عندما أتكلم عن الفكر القومي العربي لا يطعم بنا نحن عربيين وأنا قريشي، ولكن النظام هو الموضوع ليس شخصي، نفصل ما بين النظام وما بين العروبيين الآخرين، هذا واحد. ولكن أنه علينا أن نقول هؤلاء الذين حكموا العالم العربي ألم يخونوا بعضهم بعضا؟ وهل جاءوا بطريقة ديمقراطية؟ نعم. الذي يقول أنه نحن كنا بحجر ديمقراطية، هل عبد الناصر ألم يأتي؟ هل جاء بديمقراطية؟ وهل رسخ مؤسسات للديمقراطية خلال فترة حكمه؟ الجواب لا. هل النظام العربي رسخ المؤسسات أو أتى بطريقة ديمقراطية؟ الجواب لا. ما علاقة النظام العربي مع بعضه البعض ومع شعبه؟ جميعها تقويل لمن يخالفه.
فكيف تتهم الاخر بالتخوين يا سيدي؟ هذه الحقائق. نعم، يعني هو الموضوع طبعا ليس فيه شخصا اطلاقا. احنا نتكلم عن 67، هو يعني النكسه تحديدا. نعم. وليس ناخذ يعني نعم. نتوسع في هذا الموضوع. هذه النكسه اريد ان اسال عنها سعد وفي غازي عنتاب، الى اي مدى العرب نجحوا في التحرر من الاثار السياسيه والنفسيه والاجتماعيه من هذه النكسه، ثم انطلقوا في سلوكهم السياسي متحررين من هذه الاثار برايك؟ بالتاكيد لم ينجحوا على الاطلاق، واستمرت حاله الهزيمه وهي التي نعيشها حتى الان تلف الجميع بلا استثناء. وانا مع القائلين بان الربيع العربي والانتفاضه التي ادت الى كثير من الثورات في العالم العربي هي نوع من الرده الحقيقيه على الهزيمه. صحيح انها طال بها الزمن كثيرا، وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولكن ان تاتي متاخرا خيرا لا تاتي. واعتقد ان ما حصل في الربيع العربي وخاصه في بعض الاماكن التي استطاعت فعلا ان تحقق بعض القضايا، وانا اعتقد انه حتى الشعب السوري ايضا مع كل ما اساه حقق الكثير من القضايا في مواجهه هذا الاستبداد، هو رده فعل حقيقيه، وهو فعل برضه ايضا على حاله الهزيمه التي دفعنا بها النظام العربي الرسمي للاسف. وانا اعتقد انه من اسوء الانظمه التي ساهمت وشاركت في هذه القضية، وهي التي أيضا ورطت مصر هو نظام حافظ أسد الذي كما نعرف يمسك بزمام الأمور بالستينات وليس فقط بحركته بين قوسين التي يدعي أنها صحية في 70. فهو منذ تلك الستينات يلعب هذا الدور الوظيفي، وبالتالي هو الذي أدى وبمآلات معينة إلى واقع عربي. ونعرف تماما الدور الذي لعبه ليس في سوريا فقط، وإنما في لبنان، في الوضع اللبناني، وأيضا في الوضع الفلسطيني، وأيضا في الوضع العراقي مؤخرا. أيضا لا ننسى أنه ألغى السياسة من المجتمع، لم يكن مستبدا فحسب نظام حافظ أسد، وإنما ألغى السياسة كلية من المجتمع حافظ أسد، ومن ثم ابنه كنظام طائفي استبدادي ليس له علاقة لا بمشروع القوم العربي ولا بالعوبة. نعم. عمل فيما بعد على إنتاج فكر الهزيمة. هذا الفكر، فكر الهزيمة الذي نعيشه حاليا، هو الذي أنتجه، أو بمعنى آخر أعطى جوا واسعا ليستمر ولنعيش ما نعيش من حالة من الضياع وحالة من اللجنة. هذه الكلمة سعد، هذه الكلمة المفتاحية التي كنت أريد أن أسأل عنها عمر في إسطنبول، حالة من الضياع كما ذكر أحمد سعد من غازي عنتاب، يعني نكسة 67 أحدثت هزة للفكر الأيديولوجي الذي أو الإطار النظري الذي كان يرسخ وينظر له المثقفون وأساس العرب. برأيك هذه العقود التي أعقبت هذه النكسة عمر، ما هو الفراغ، هذا الفراغ الأيديولوجي كيف ملئ، كيف تحركت فيه المنطقة العربية في هذه المدة؟ وأنا أعتقد هو لم يملأ، هو ملئ بالاستبداد. أي مجتمع يحتاج لإطار فكري جامع يقدر يعني ياخد على أساسه قرارات، سواء كان السياسة أو النخبة أو حتى الشعب من غير ما يدرك. يعني هذا الإطار النظري الجامع حاول القطاعات محددة داخل المجتمعات العربية فرضه على الناس، هو فكرة القومية العربية. القومية العربية أنا من مؤيديها، ولكن في مستوى لا يرتقي إلى مستوى الأيديولوجي، لا يصلح أن يكون كذلك، هو في مستوى الأفكار الجامعة اللي تحت المظلة الأيديولوجية اللي المنتمي ليها المجتمع ده، ويعني هي الأقرب أن تكون هي المظلة الإسلامية يعني. فبالتالي حاول الموجودين في الفترة دي أنه يملأ مساحة الأفكار اللي موجودة بالفكر القومي، ولم ينجح، وانهزم هزيمة ضخمة جدا في 67 لأسباب يمكن تكلمنا عن جزء منها. وفضل بعد الهزيمة هذا المكان فارغ حتى بعد ما تحقق انتصار 73 بالدعم الشعبي، لما الشعب رجع تاني هو اللي يعني يدير الصراع العسكري على الأقل، استطاع أن يحقق بعض النجاح، مع طبعا ممكن نتكلم كتير في 73، لكن في الآخر الشعب حارب وحقق انتصار ما بقدر ما، حتى لو كان انتصار نفسي. فبالتالي الـ بعد كده المساحة دي تم احتلالها بالاستبداد وبالقهر وبرفض مشاركة الشعوب وبصناعة طبقة حاكمة وأقلية في كل بلد، سواء كان في سوريا أو حتى في العراق، مع يعني بعض الميزات التي قد يعني يتحلى بها النظام العراقي في توقيت ما، وفي مصر أيضا طبقة حاكمة عسكرية مسلحة وكانت بتدي بعض الميزات للناس بعكس يمكن النظام السوري، وأيضا في ليبيا. إذن كل المجتمع العربي
اتملت مساحة الاستبداد بطبقة حاكمة باختلاف أنواعها، سواء كانت عرقية أو مسلحة من القوات المسلحة أو الطبقة العسكرية يعني، وامتلأت هذه المساحة حتى لا يمكن أن يكون المجتمع مرجعية أو رؤية، وبقت قرار السلطة الحاكمة هي اللي بتدير المجتمعات، فلم تملأ المساحة، المساحة لا تزال فارغة، ويجب إزاحة الاستبداد للعودة تاني لملء هذه المساحة. في اللحظة دي ممكن ساعتها نتغلب على الهزيمة، لأن احنا هنكون ملينا الخط العام كله. هذه النقطة التي ذكرتها هي ما نريد أن نتحدث عنه، ولكن في المحور الثالث بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم الى الجزء الاخير من حلقه اليوم. حسين معي في الاستديو. استنادا الى حركه التاريخ التي لا تتبدل والتي تحتفظ بسننها التي لا تراعي ولا تمالئ، استنادا الى هذه الحركه، العرب الان بمظاهرهم السياسيه والفكريه الى اي درجه مرشحون الى تدارك ما فاتهم سياسيا بحيث لا يقعوا بأسوأ مما وقعوا فيه تاريخيا؟ حقيقه العرب حتى ينتقلوا نقلات نوعية ويتصدروا مشهدا أو يكونوا قادة لهذا الأمة ولهذا العالم، حقيقة عليهم أن يعودوا إلى الإسلام الحقيقي. لأنه ابن خلدون يقول أنه العرب لا يمكن أن تكون لهم إمارة وولاية بدون دين، لا قيمة لهم، لا قيمة لهم. يعني هذا موضوع الآن المساجد ممتلئة والناس، لا ليست كذلك، هذه شعائر، هذه يعني شعائر، وإنما هذه شعائر وليست مشاريع. العرب يحتاجوا إلى مشروع موحد، ولكن بما لا يتعارض مع الإسلام، أي بمعنى تكون مخرجاته من هذا المشروع. حدثنا. هذا هو المشروع الذي به ينتقل العرب خطوات، بل يقفز قفزات نوعية، ويمكن أن يحلوا جميع مشاكلهم. ونعتبر هناك مرحلة استقلال حقيقية للعالم العربي إذا ما تبنوا مشروعاً عربياً من مصادره من الشريعة الإسلامية، وبدون هذا نحن نعيش حالة من التشظي وحالة من الافتراق وحالة من التشرذم وحالة من الاستبداد. لكن علينا أن ندرك أنه الاستبداد مصدره الخارج أيضا، دعم الخارج للاستبداد. عندما تحركت الربيع العربي بثوراته التي هي جمعت ما بين أيضا عروبة ودين وأخلاقا عربية، جمعت هذه، ما الذي تصدى؟ تصدى لنا الغرب وأتى لنا بإنقلابيين جدد ودعمهم وسلطهم على الشعوب. فإذا لا ننسى أنه النظام العربي الذي يدعى قوميا أو النظام العسكري هو مدعوم خارجيا لسيطرته على هذه المنطقة، ولا يسمح لها بالديمقراطية والحرية. بدون حريات لا يوجد أي تطور للعالم العربي. أريد أن أسمع رأي أحمد سعد من غازي عنتاب. يعني الآن الأمم تستفيد من الهزات الكبيرة في تاريخها، ونكسة حزيران مثل من هذه الأمثلة. برأيك عطفا على ما قاله حسين، هل بإمكان العرب عمليا الآن أن يبلوروا مشروعا لتجاوز هذه المطبات التاريخية وضمان عدم العودة إلى أسوأ مما فات؟ أنا أعتقد أنه لا حل على الإطلاق بدون العودة إلى إعادة إنتاج مشروع عربي بمنطق إسلامي يزاوج بين العروبة والإسلام، ويتكئ على أرضية ديمقراطية حقيقية تتفكر في القضية المستقبلية للأمة وتعيش على أساسها بمنطقة منفتحة. يعني كيف يزاوج بين العروبة والإسلام؟ يعني هل ثمة فصل بين العروبة والإسلام حتى يزاوج بينهما؟ بالتأكيد هناك الكثير ممن يفصل بينهما، أو أن يأتي ويصل أن يخون من يأخذ بالعروبة أو القومية فيعتبر خائنا أو عميلا أو كافرا. هناك أفكار كثيرة في واقعنا حتى الآن، هناك في خلل في التيارين الكبيرين في الوطن العربي والعروبي والإسلامي، لا يوجد هناك حالة تلاقي تعبير. حصل في بعض الحالات في بيروت في المؤتمر القومي العربي الإسلامي، حصل عدة لقاءات لجلستين أو ثلاثة ثم تم توقيفه، ولا أعرف لماذا. أنا أعتقد أنه اليوم بحاجة لإعادة إنتاج مشروع قومي عربي وأيضا إسلامي، بمعنى آخر أن يفهم الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح،
وايضا القوميه والعروبه الصحيحه في منطق ديمقراطي. لم يعد مقبولا اليوم الحديث في اي منطق واي ايديولوجيا بلا ديمقراطيه. الديمقراطيه والحريات هي مشكله المشاكل. اليوم نحن لا نحمل بكل اسف، العرب لا يحملون مشروعا حاليا. المشروع الذي يحمله الفرس ضدنا هو حقيقه بحاجه لمن يواجهه. كيف نواجهه؟ نواجهه بتشتتنا وتفرقنا وخلافاتنا وادلاجاتنا والى اخره. لا بد من مشروع اخر يواجهه. نعم. حتى الان غير موجود. اعتقد انه على الجميع ان يعمل ان كان صادقا فعلا من اجل انتاج حاله جديده وامه تتحرك في اتجاه الافضل. نعم. وتنفي كل هذه الانظمه المستبده وتعيد بناء الحياه على اسس جديده. نعم. لاننا نعيش حياه حقيقه في ظل القمع والاستبداد والقتل الذي نعيشه هذه الايام، ليس معقولا ولا مقبولا، ولا يمكن ان يكون من حق شعوبنا العربيه ان تعيش هذه الحاله الى ابد الابدين. نعم، شكرا لك. يعني في اسطنبول عمر، في قراءتك للاحداث الثورات والثورات المضاده والتدخل الدولي في المنطقه، في قراءه مجمله للصوره الحاليه الان في المنطقه العربيه، هل ثمه ما يوحي باستفاقه عربيه تصحح مسار الانهيار المتواصل منذ سنين؟ شوف، هو يعني من السنن اللي اتكلمت عنها والحتميات، يعني ان بعد اي انهيار كبير بيحصل في اي حضاره واي مجتمع لابد من اعاده حياه مره ثانيه، ونفس الكلام الحضاره لما توصل لاعلى نقطه بيبتدي يحصل انهيار. وكل الانظمه العربيه هي انظمه انتهت وماتت بدايه من المحيط الى الخليج، لا يوجد نظام يستطيع البقاء، وهو بيبقى فقط بالدعم الغربي ليه، واذا حدث اي تغيير باي شكل من الاشكال هذه الانظمه ستنهار فورا. كما ان المنطقه كلها العرب وما حول حتى العرب في تغيير كبير في طريقة التعامل مع الأحداث، وفي صدمات ومواجهات ورغبة في التحرر. وكما قال الزميل، لا يمكن أن يكون هناك أي أمل في أي مشروع عربي ناجح بأي شكل وبأي أيديولوجي بدون أن تكون الشعوب حرة في اختياراتها وقراراتها. فبالتالي الشعوب لابد أن تتحرر أولا من منظومات الاستبداد اللي بتحكمها. في هذه اللحظة سيختار الشعب بشكل حقيقي المشروع الذي يمكنه أن يتفاعل معه وأن يطور نفسه عن طريقه. أما بدون الحرية فلا أمل في أي مشروع عربي. لذلك الخطوة الأولى هي استكمال الثورات التي بدأت في 2011، وأعتقد أن كل مقدمات الثورة لا تزال موجودة، وأن الثورة المضادة حتى لو ظاهر أنها مسيطرة ومحققة نجاح لكنها في وضع غير متزن لحجم الضغوط الكبيرة اللي موجودة على الشعوب. وأعتقد أنها تيجي لحظة ما ستنفجر هذه الشعوب وتحقق ما لم تستطع أن تحققه في الموجة الأولى. الموجة الثانية هي الأمل في تحرير كل المنطقة وبناء مشروع يستطيع مواجهة كل الأعداء. أشكرك مع كلمات، وعلى رأسهم العدو الصهيوني. أشكرك مع كلمات عمرو عادل من اسطنبول. نصل إلى ختام هذه الحلقة التي لا يسعني في ختامها إلا أن أشكر ضيوفي الثلاثة، عمرو عادل الكاتب الصحفي، وحسين السبعاوي الباحث في التاريخ، وأحمد مظهر سعده الكاتب والصحفي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى لقاء بحول الله.